لو عايزين يعني نعمل definition للpunctuation أو نقول إيه هو عبارة عن إيه، هو بيمثلوه كده إن هو إيه الخيط أو الحاجة اللي الفابريك اوف لانجوج، يعني إيه كأن اللانجوج دي قماشة وإحنا إيه بنظبطها الشيب بتاعها بالpunctuation دي، أو إشارات المرور بتاعة اللغة اللي هو بيقول لك إمتى تتكلم بالراحة، إمتى تاخد بالك من الموضوع دوت، إمتى تقف، إمتى تروح تقرا حاجة تانية وترجع. ف example مثلا للجملة دي، الجملة بتقول a woman without her man is nothing. لو على حسب البنكتويشن هتدينا معاني كتير قوي. لو حطينا الكومة بعد woman وكومة بعد man، فده معناها أنا أي جملة ما بين two commas أو two dashes دي معناها زي جملة اعتراضية بتتقال عشان توضح حاجة. ف a woman without her man is nothing، يعني الست من غير الراجل بتاعها ولا حاجة. لكن الجملة التانية زودنا ايه، حطينا كولم وحطينا كومة، woman يعني الست دي تعرفها ايه بقى، من غيرها الراجل ولا حاجة. فادت معنيين مختلفين تماما عشان خاطر الترقيم بس اختلف. فعشان كده احنا محتاجين نفهم ادوات الترقيم ايه بالظبط علشان خاطر نعرف نتكلم ونقرا كويس جدا ونكتب كويس جدا، احنا ماشيين في نفس السيكونس اللي احنا بنتكلم فيه من اول محاضره. اكزامبل الثاني ده، تشارلز ذا فيرست ووكت اند توكت هاف ان اور افتر هيز هيد واز كات اوف. يعني لو من غير حاجه خالص انا اللي فهمته ايه، ان تشارلز الاول دوت مشي واتكلم بعد نص ساعه من لما رقبته اتقطعت من غير كلام ترقيم. لكن هي المفروض عشان احط الترقيم الصح اللي يفهمني الجمله صح اقول شارلز ذا فيرست ووكت اند توكت، هو مشي واتكلم. افتر ان اور، هاف ان اور افتر يعني بعد نص ساعه، هيز هيد واز كات اوف بعد نص ساعه بعد ما مشي مش العكس. فبرضو هنا غيرت المعنى تماما، خليته حتى كلام مش مفهوم. اول حاجه هنتكلم عليها هي الابوستروف. الابوستروف بتتحط في كذا حاجه. اول حاجه لما بتورينا تايم او كوانتيتي او كميه، يعني in one week's time، يعني انا عايزه اقول في خلال اسبوع، خلال اسبوع دوت انا هعمل حاجه. ف in one weeks، فالweek دي لازم تحط لها apostrophe s. indicates omission of figures in dates، يعني لما بقول 1968 مش محتاجة ان انا اقول 1000 واكتب 1968، لا the summer of 68 بس احط قبليها comma، يبقى ده معناه ان انا شلت 19 وحطيت بدلها comma. او لو انا عايزة اشيل شوية حروف بحط بدلها comma، يعني ايه we cannot، يعني هي المفروض we cannot go to. النوت ديت انا شلت ال n وال o حطيت بدلها comma وبعدين حطيت ال t، بقت معروفه انها we can't. we can go to johannesburg، بدل ما اقول johannesburg على طول او اكتبها على طول شلت شويه حروف وحطيت مكانها comma. زي اللي بعديها it's your turn، it is your turn، it has got very cold، فبشيل بعض الحروف واحط مكانها comma. مش اي حاجه بمزاجي، بتبقى حاجات معروفه. الفيلم ده اسمه 2 weeks notice، هو المفروض ان هو ما يبقاش 2 weeks notice من غير كومه، لازم يبقى تحط كومه بعد الاس علشان خاطر النوتس دي بتاعه 2 weeks ليها تايم، ده التايم بتاعي. The rule is the word it's with apostrophe stands for it is or it has. ففي رول عندي ال it's اللي هي it apostrophe s دي يا اما it is يا اما it has، على حسب الجملة اللي موجودة في الايه، حسب التنس بتاع الجملة اللي انا بقراها. If the word does not stand for it is or it has، لو هي فعلا مش انا مش محتاجة في الجملة ان انا اقول it is او it has، فيبقى اكتبها it's. It's اللي هي من غير apostrophe. طيب تفتكروا انهي الصح، thank god it's Friday ولا thank god it's it apostrophe s Friday؟ كان بالابوستروف، كان بالابوستروف. اشمعنى
ليه مش التانية؟ عشان بالأبوستروف دي يعني it is. يبقى الجملة أنا بشكر ربنا إن النهاردة الجمعة، فبقول thank God it is Friday. ممكن أقولها it's بالأبوستروف، لكن ما ينفعش أقولها من غير أبوستروف، لأن من غير أبوستروف دي حاجة البوزيسيف اللي هو بتاعه، يعني حاجة بتاعت حد. يعني ده مثلا إيه، the chair has four legs مثلا، its first leg is كذا. يبقى its دي اللي هي الرجل بتاعت الكرسي. طيب في why do you have a comma in the sentence after dinner the man went into the living room after dinner. لا معلش السلايد دي مفروض كانت تتشال، معلش احنا يعني بلاش ندخل فيها دلوقتي. خلينا نتكلم عن الكولوم والسيمي كولوم. الكولوم اللي هما النقطتين فوق بعض، السيمي كولوم اللي هي نقطة تحتيها كم. الكولوم بيتكلم عن Tom. تعالوا نشوف example كده. Tom locked himself in the shed. England lost to Argentina. دول جملتين ما لهمش علاقة ببعض خالص. لو أنا عايزة أخليهم ليهم علاقة ببعض، يعني هو Tom دوت حبس نفسه وإنجلترا خسرت قدام الأرجنتين في الماتش. طيب أنا عايزة أربطهم ببعض، فعندي كذا طريقة. Tom locked himself in the shed. England lost to Argentina. هو علشان خاطر لما حطيت سيمي كولم ربطتهم ببعض، ان دي بقت نتيجة لدي. يعني Tom locked himself in the shed علشان England lost to Argentina، دي كانت النتيجة ان England خسرت. Tom locked himself. لكن لما حطيت سيمي كولم ده معناها ان انا بقول هو حبس نفسه وبعد كده حاجة تانية حصلت ملهاش علاقة بيها، مش مرتبطة بيها، ان England lost to Argentina. الاتنين مع بعض. فالسيمي كولم ادتني الاحساس بتاع النتيجة. طيب الاكسلاميشن مارك والداش والايتاليك والكويستشن مارك، اللي هما اكسلاميشن مارك اللي هي علامة التعجب، بستخدمها في السالوت، يعني لما اجي احيي حد في الادماير، لما اكون معجبة بحاجة معينة، في الانفسايز اللي انا عايزه استرس، اعمل ستريس على حاجه او ابين حاجه تبقى واضحه قوي، في الايرني، في السخريه، في الايميل سالوتيشنز لما باجي اكتب ايميل واكتب دير مثلا كذا او حاجه، ممكن احط بعديها اكسكليميشن مارك. الداش بيستخدم عشان اعمل كونكشن او سيبريشن للسنتنس، يعني الداش اللي هو شرطتين جنب بعض كده، لكن الهايفن شرطة واحدة. فلو أنا بعمل sentences، يعني أنا عندي جملة وجملة وعايز أربطهم ببعض أو أفصلهم عن بعض، بحط الداش اللي هي شرطتين بس، بتبقى شرطة وبعدين جملة وبعد كده شرطة تانية وبعد كده بقية الجمل، زي اللي هي الجملة الاعتراضية. لكن الهايفن دي بتقسم كلمة واحدة، يعني في الكلمة الواحدة لما بحط داش ديت بتقسم الكلمة. زي مثلا ممكن اكتب ري شيب، احط ار اي بعدين داش بعدين كده شيب، دي اسمها هايفن. لكن الداش اللي هي ما بين الجمل. الايتاليكس اللي هو الخط المايل، الخط اللي بكتبه مايل، ده بيستخدم في عناوين الكتب لو عايزة برضو اوضح او ابين او استرس على جمل معينة. الجمل اللي بلغة مختلفة، يعني الكلمة سوري اللي بلغة مختلفة، يعني وانا بكتب مثلا وكتبت عايزة اكتب جملة كلمة بالفرنش مثلا، هكتبها ايتاليك. لو تاخدوا بالكو لما باجي اقول مثلا اي اي اللي هي اي دوت اي دي بتتكتب، او اتسترا بتتكتب، او اكزامبل، الحاجات دي كلها اساسها هي اساسها مش انجلش، فبتتكتب بالايتاليك عشان تبان ان هي حاجه مختلفه. الكويستشن مارك طبعا بيبقى للكويستشن لو كان دايركت، اللي هو انا بسال سؤال صريح. What is the capital of Belgium? What was the point of all this sudden interest in Brussels? He wondered. هنا حطيت ما حطيتش كويستشن مارك ليه؟
مش كويشن ده مش كويشن دايركت، مش صريح، يعني مش حد بيسأل حد سؤال أو أنا بسأل سؤال صريح، لا أنا هو بي 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 يعني مش عارف، هو عمال يفكر ايه ايه البوينت، ايه الهدف من ان السادن انترست ان بروكسلز، ايه مين الناس اللي مهتميه ببروكسل كده على طول، فالناس عم بيفكر هو، فده ما يعتبرش دايركت كويشن، فساعتها مش هحط كويشن مارك. ناخد بالنا من الحاجات الصغيره اللي احنا بنقولها دي، امتى ينفع وامتى ما ينفعش، لان ممكن يجي لك في الامتحان جمله ويقول لك الجمله دي ايه الصح فيها، او اختار لك اكتب لك نفس الجمله 4 مرات وتختار لي الصح بتاعها، مثلا مره بالكويشن مارك، مره من غير كويشن مارك، مره بهايفن، مره من غير هايفن. الاليبسس ديت اللي هي الثلاث نقط دول بتظهر في الايميلز عموما، واي حاجه فيها زي ورقه اختصار شورت هاند كده معناها ان في حاجه ثانيه جايه، يعني انا لسه هقول تاني. ممكن المايك بعد اذنكم. الهايفن بقى زي ما قلنا، الهايفن ده الاسم ده جاي من الجريك اصلا، زي ما قلت لكم ريشيب، ريفورم، ريمارك، النمبرز 32 49. لما عايزه اقول مثلا لندن بريتن ترين، يعني طريق مصر اسماعيليه كده يعني، فبكتبها بحط هايفن ما بينهم. Link adjectives to adjectives American French relations. ممكن certain prefixes، يعني في بعض prefixes بتتحط اللي هي anti أو quasi مثلا. لما أجي أعمل spelling للword وعايز أكتبها، فبحط الحروف وبين كل حرف والتاني هايفن. حاجة اسمها avoid letter collision، يعني لما يبقوا في كذا حرف زي بعض، يعني دي ايس الكلام، انا لو لزقت الجملة دي الكلمة دي في بعض، فمش اللي هيجي يقرا مش هيعرف، هيقولها ديس. شال لايك في 3 ال ورا بعض محدش يعرف ينطقها، فبتتحط الهايفن عشان ما تخليش في تصادم ما بين الحروف. indicate unfinished word that continues on the next line. تلاحظوا كده لما اجي اكتب، تيجوا تقروا مثلا جمله وتلاقوا اخر كلمه طويله شويه، فما ينفعش عشان خاطر ال لما اجي في الكتابه لازم يبقى المارجن بكتب من هنا لهنا جستيفاي مثلا، فهتلاقوا في اخر الكلام كاتب مثلا 3 4 حروف بعد كده هايفن ومكمل الكلمه في الحرف في السطر الثاني. بتتكلم برضو ان لو انت عايز تبين في النوفلز مثلا والروايات، عايز تبين ان الهيزيتيشن بتاع واحد اما بيتهته او متردد، فبيقول I reached the watering can، هو عايز تبين اللي بيقرأ تديله الاحساس ده، فهتروح كاتب الحروف وما بينها الهايفن دي. يعني بس النهاردة محاضرة بسيطة قوي بصراحة. Proper punctuation is both the sign and cause of clear thinking. يعني إيه؟ يعني أنت لما هتفكر كويس هتحط ال punctuation بتاعتك كويس، لأنك هتبقى عارف إمتى هتقف وإمتى هتتكلم وإمتى محتاج تفاصيل أكتر. We should fight to preserve punctuation and we should start now. يعني إحنا الناس حربت أصلاً عشان خاطر تخلي ال punctuation دي موجودة. في حاجة بس كده، يعني هو احنا كده خلصنا، بس انا عايزة ازود لكم شوية الكولوم والسيمي كولوم. معلش هجيب لكم برزنتيشن تانية بس هجيبها اطلعها. هو كده المحاضرة خلصت يا دكتور؟ لا، في لسه جزء بقولك لسه هديه لكم دلوقتي. ثواني. بعد إذنك يا دكتور، هي دي محاضرة رقم كام؟ لا هي عنوانها مكتوب غلط هنا، بس هي مش 3. نعم، دي محاضرة رابعة. تمام، أنا دخلت متأخر بس.
اقول لكم بس حاجة كده، اشرح لكم حاجة سريعا عن السيمي الكولوم والسيمي كولوم، بس بحاول اطلعها بس عشان الكولن هقول تاني كده، بس انا مش لاقيها دلوقتي يعني، مش مطلعها قدامي دلوقتي، دي حاجه يعني بس عشان تفهمكم زياده يعني. هقولها لكم سريعا كده. الكولن اللي هو النقطتين فوق بعض بيستخدم عشان يبين زي ما احنا قلنا ان في حاجه جايه، يعني انا لسه هقول حاجات تانية زي ما قلنا في الاول خالص. a woman وكان نقطتين فوق بعض without her man is without her man is nothing، ف ده معناه ان انا لسه عايزه اوضح حاجات تانية. السيمي كولوم عشان اربط الجملتين ببعض، فلما هربط جملتين ببعض واحده منهم تبقى نتيجه للثانيه، المهم ليهم علاقه ببعض. هديكوا examples مثلا. بص مثلا there are two choices at this time، بعد كده كولوم run away or fight. انا قلت there are two choices at this time، فانت متوقع مني ان انا اقول لك ايه هم choices دول، فيبقى ساعتها هحط كولم مش هحط سيمي كولم. طيب ايه تاني للكولم؟ مثلا لما عاوز اعدد حاجات كتير، يعني هقول مثلا here are three states that begin with M، يبقى انا محتاج اعدد حاجات تانية، هقول Michigan Mississippi and Maine مثلا. this house has everything I need، نقطتين فوق بعض سيمي كولم، وهقول two bedrooms, a backyard, a garage، حاجات ايه كتير بعدد كذا حاجة. فيبقى الكولم لو انا لسه هكمل كلام واشرح حاجة افهم تفهم لي الجملة الاولانية، او محتاجة اعدد حاجات في كذا حاجة. بتتحط كمان في الكوتيشنز، يعني مثلا he said، ممكن احط نقطتين فوق بعض وبعد كده احط علامه الكوتيشنز الكلام اللي هو قال. بتتحط كمان زي ما قلنا حاجه اسمها independent clauses، يعني جملتين زي ما احنا قلنا قبل كده، جملتين ما لهمش علاقه ببعض خالص في العادي، لكن انا لما هحط التو كولنز دول هيبقوا انا لسه بكمل كلامي، يعني ده ليه علاقه بده بس مش مربوطين ببعض. يعني مثلا I just want you to remember، دي جملة. Two can play at the game، دي جملة تانية. لو حطيتهم مع بعض يبقى أنا كان عايزة أقول له I just want you to remember إن two can play at the game. نيجي بقى للسيمي كولون. السيمي كولون إحنا قلنا بتربط جملتين ببعض. زي example مثلا ايه، dad is going bald، يعني بدأ يبقى أقرع، يعني his hair is getting thinner and thinner، دي جملة ودي جملة بس الاتنين ليهم علاقة ببعض، ان هو علشان هو شعره بدأ يخف فهو قرب يبقى أقرع. ايه تاني مثلا؟ You need new brakes، فرامل جديدة، أنت محتاج فرامل جديدة. You may not be able to stop in time، فهنا أحط سيمي كولم عشان بقول إيه، علشان أنت البريكس بتاعتك، أنت محتاج بريكس جديدة، البريكس بتاعتك قديمة، أنت مش هتعرف تقف في الوقت المناسب. ممكن نقول مثلا I had a huge meal however I am already hungry again، يعني ايه؟ احط فين السيمي كولم؟ احط السيمي كولم قبل however، اللي هي I had a huge meal، انا خدت كلت كتير قوي، بس انا لسه جعان، فهو برضو انا عايز اربط الجملتين ببعض. طبعا اللي مساعدني هنا جملة كلمة الربط اللي هي however، لو ما كنتش حطيتها فهبقى برضو جملتين ما لهمش علاقة ببعض، وانا عايزة ايه اربطهم ببعض اكتر. example تاني،
طيب لما قلنا الكولم بعدد حاجات ورا بعض بس ببقى مفهمة في الايه، يعني انا I have three مثلا، فيبقى بحط نقطتين وبكتب الثلاث حاجات دول. لكن لو انا عايز اكتب لستة يبقى ساعتها بحط السيمي كولم، يعني عايز اكتب لستة من حاجات كتير قوي انا مش عايزة، يعني as far as travel through the United States I visited Seattle, Washington, Portland, Oregon and San Francisco, California. فأفصلهم، أفصل الحاجات الايتمز بتاعتي بسيمي كول. تمام؟ يعني مثلا please you can order a sandwich with bacon, egg and cheese. يعني دول حاجة واحدة، bacon, egg and cheese. عايز احط حاجة تانية بقى، بقول مثلا egg tomato، يبقى قبليها سيمي كولم بعد كده egg tomato. او or لو هقول or هحط برضو سيمي كولم or tomato lettuce avocado. يعني يعني انا بختار ما بين ثلاث حاجات مختلفة، بعمل list من ثلاث حاجات، افصل الليست اللي هي الايتمز بتاعت الليست دي بسيمي كولم، لو مش هكتبهم تحت بعض بليست بولتس يعني. بس ده كده سريعا يعني ممكن يساعدكم شوية. وبس كده النهاردة خلصنا بدري الحمد لله. حد عنده أي سؤال؟ بالنسبة للميد ترم يا دكتور هيبقى داخل فيه كام محاضرة؟ لحد المحاضرة الجاية خمس محاضرات إن شاء الله. تمام، بس احنا فنيين ومعادلات فالميد ترم بتاعنا اتأجل. ما فيش مشكلة، ما هيدخل برضو في نفس يعني نفس الميد ترم بتاعهم. نفس الكم مش هيزيد حاجة. تمام ماشي، شكرا.